انطلقنا اليوم في دورة تأسيسية اختصاصها مالوف اليافعين. دونك ان شاء الله في الافتتاح اللي هو مش يكون يوم 22 باش تتفرجوا في فرقه عناصر نتاعها اطفال دون العشر سنوات يغنيوا في المالوف والطبوع التونسيه نتاعنا. فما ثلاثه فرق مشاركه من خارج صفاقس اللي هما المنستير، فرقه نوال بالقيروان، وفرقه سخميسترنين ببنزرت. ثلاثة فرق من صفاقس اللي هي فرقة أكاديمية صفاقس المالوف، فرقة المعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة، وفرقة المعهد العالي بصفاقس. التوقيت مش يكون من الساعة السادسة مساء إلى الثامنة مساء تقريبا. كل عرض مش يدوم 45 دقيقة. بعد الوفود مش تتنقل ومش نعملوا لها دورة سياحية في المدينة العتيقة ونعرفوا بها بتراث المدينة العتيقة. هو هدف أساسي حبيناه أن تكون في داخل المدينة العتيقة، لأنه كيف مثل التعريف بتراثنا الموسيقي تعريف بتراثنا المعماري بتراثنا التاريخي. أكيد وصعيبة، أما هي الحقيقة احنا في الأول كيف خممنا خفنا على ما فماش ناس وما فماش أطفال، أما الحقيقة لقينا في البداية ترحيب من الأولياء اللي جاءوا هما اللي كانوا متحمسين، ومن بعد الأطفال وجدنا منهم كل الحماس لحفظ هذا النوع من الفن. والبالعكس أنا اليوم نعتبر اللي من واجبنا ومن واجب الموسيقيين بصفة عامة أنهم يكونوا يخدموا على هذا، لأنه تراثنا إذا كان ما نحافظوش عليه وما نحاولوش باش نوصلوه للناشئة اللي في العمر الصغير، راهو يجي نهار وما عادش يولي غريب على أذنهم. قمنا بتسجيل قرص، إن شاء الله المندوبيات متاع التربية يعاونونا باش يقع توزيعه وادي الموسيقى في المعاهد العمومية، باش يكون وسيلة عمل للمعلمين مصحوب بكتيب باش ينجم يكون فما إمكانية باش نوصلوا النوعية متاع الفن هذية لسمع الأطفال متاعنا.